اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم كروشيه بيروت. اليوم اذا قال راد مطلوب مني شرح باترون، بتمنى اتوفق بتسهيل شرحه لانه بصراحه بده شوي تركيز، واللي بدهم يشتغلوه بدهم يكونوا ملمين بقطبتين يلي هي العمود الامامي والعمود الخلفي. بدي اشتغل على خيطان متوسطين السمك مع ابره رقم 4.5، بس ما بتلتزموا فيهم لانه هدولي بس للتعليم، لانه القطب بصراحه بتنشغل على كل الخيطان وعلى كل القطب. القطبة شتوية أكثر ما هي صيفية، لأنه هو عبارة عن موتيف ببين مثل فروع شجر وحبات كرز عليهم. بدي بلش بعقدة البداية، بشتغل 22 قطبة سنسال، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. بدي ارتفع قطبتين سنسال واجي عند القطبة الرابعة اعمل عمود ببرمي، برجع بكمل على كل قطبة بعمل عمود ببرمي. اشتغلت 21 عمود وعندي 3 سناسل بالبداية، يعني صاروا 22. منعدهم لنتأكد منهم لأنه أهم شيء بداية الباترون تكون صح ليكملوا القطب صح. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22، هيك تأكدنا أنه السطر رقم 1 صح. برتفع 3 قطب سنسال وببرم الشغل، بشتغل عمودين ببرمي بس اماميين، هاي عمود امامي وعمود تاني امامي. برجع بشتغل 6 عمود ببرمي على القطب الستة، هاي 1 2 3 4 5 6. بشتغل 4 عمود أمامي، هاي 1 2 3 4. نرجع بنكرر عمل 6 عمود ببرمي، 1 2 3 4 5 6. كرر عمل عمودين أماميين، هاي 1 2. بختم السطر بعمود ببرمي على قطب السنسال، هول هن 3 بيجي عند آخر وحدة بعمل عليها عمود ببرمي. برتفع 3 قطب سنسال لأبرم الشغل، لأنه هيك بيكون خلص السطر رقم 2. إن شاء الله يكونوا مبينين القطب البارزين. بعد 3 سناسل ببرم السطر، العمودين الأماميين بيصيروا خلفيين، بينعكس الشغل، نصير نشتغلهم من الخلف. برجع بشتغل 4 عمود ببرمة،
هي هون 1 2 3 4. بدنا نبلش بالقطبية اللي بالوسط يلي هي عبارة عن عواميد أمامية وخلفية حسب السطر يلي بتكوني فيه. هلأ بدي أترك من تحت قطبتين، يعني بقفي هون 1 2، وعلى التالتة بدي أشتغلها عمود خلفي لأنه وصلت عند الأربعة يلي بالنص، مشان ما تضيعي فيك تحطي دبابيس. بعد ما بخلص هالعمود بدي أرجع للقطبتين يلي تركتهم، ما بدي أتركهم، برجع لهم. هاي أول عمود تركته، بشتغلوا عمود ببرمي بس بدون ما أتجاوز هيدي يلي بالخلف، يعني بشتغل أنا عادي على السطر تماما عادي بس ما بقرب على الأمامي. هاي أول عمود وهي تاني عمود، هي قطبته لتاني عمود، هيها بيعدوا هيك اللي ورا ما بشتغل فيه، بفوت بالعمود التاني أو القطب التاني اللي تركته، بشتغله بهالشكل عمود برمي بدون ما أقرب على اللي بالخلف، يعني بده ضل بارز. لفرجيكم اياه قبل ما اكمل، هي العمود الامامي متأثر بالعمودين يلي اشتغلتن على السطر، اشتغلتن على السطر هيهم. برجع بكمل وصلت عهدول التنين يلي بالنص، بعملن عمود خلفي. هي اول وحدة عمود خلفي ويلي حدها كمان عمود خلفي. بدي ارجع اترك بالاسفل هيدا العمود يلي هو خلفي ما حبشتغل عليه، حبتركه وبشتغل على اللي بعده. بعمل عمود ببرمي وعمود ببرمي بس ما رح ضل تاركته، لا بدي ارجع له، بدي اعمله عمود خلفي، بشتغلوا عمود خلفي بدون ما يتأثروا العمودين هول. هي اخدتها بهالشكل من الخلف، هي ان شاء الله يكون واضح. باخد القطبي لاشتغلها، هي تمام، خلص العمود الخلفي التاني. خلصوا الميلتين يلي هن حيصيروا عبارة عن فروعة شجر. برجع بشتغل أربع عمود ببرمي مثل ما اشتغلت هون، برجع بكرر. هي عبارة عن كأنه جزئين القطبة، يعني النصين مثل بعض، اليمين مثل الشمال، بس يعني راجعة برجوع، كأنها عم ترجع برجوع. هي ثلاثة عمود ببرمي، أربعة عمود ببرمي، هيدا الرابع، هي 1 2 3 4. وصلت بنهاية السطر يلي بتضل تتكرر معنا، بس لما نشوفهم هيك خلفيين بنعملهم هيك خلفي، ولما بنشوفهم أمامي بنعملهم أمامي. هي عمودين خلفي، بدي أعمل عمود ببرمي على السطر على قطب السنسال يلي بنهاية السطر. هيك بيكون خلص السطر رقم 3. خليكن تشوفوا شكله قبل ما نكمل. نرجع بنرتفع 3 قطب سنسال، نبرم السطر والعمود الأمامي بعمله أمامي، كمان خيو اللي حده أمامي بعمله أمامي. بشتغل عمودين ببرمي، بقفي عمودين، يعني بترك هالعمودين ما بشتغلهم، بروح عند هاي قطبة تالتة، هاي 1 2 3، بروح عند التالتة اللي هي عمود أمامي، بشتغل عليه عمود أمامي. كمان بدي أرجع للقطبتين اللي تركتن لأشتغل عليهم نفس الشي عمود ببرمي. لهيك برجع ع أول عمود، هي هون واضحين، هي عمود واتنين كنت أنا تركتهم ومشيت، اشتغلت عمود أمامي. برجع لأول واحد من الخلف، نعمل عمود ببرمي كمان بدون ما يتأثر هيدا اللي قدام. برجع عند التاني، خلصت أول عمود، هلأ أنا هيك خلص أول عمود انشغل.
بيجي عند العمود يلي حده يلي كمان تركته، هي من الخلف واضح، بيشتغلوا عمود ببرم، يعني شغل عمودين ببرمة ورا هيدي القطبة يلي هي عواميد أمامية، عم نعملهم عم يصيروا مثل فرع شجرة. بعد ما بتخلص هالنقطة بدنا نعمل عمود ببرمة. نجي هون ننتبه من القطب، لانه هلا هاي القطبة هيدي منا قطبة، هيدي تعيد هيدا الفرع اللي هون امامي، لهيك هيدي هون قطبة وهي قطبة، هدول قطب يلي مبينين امامنا. بيجي بعمل عمود ببرمة، كتير بدو انتباه وتركيز مشان ما تضيعوا. بعد ما بنعمل عمود ببرمة نترك هالقطبة الظاهرة قدامنا ونعمل عمود امامي على هالعمود، بس بنرجع لها ما بنتركها، نرجع لها من الخلف، هي نرجع لها من الخلف نعمل عمود ببرمة، نترك هاي الامامي وبنعمل على اللي بعده عمود ببرمة، وبنرجع للامامي اللي تركناه نعمل عليه عمود امامي، ليكون كانه موديلها هيك مثل قطبه اكس، بس بدل ما يكونوا عمودين لا، عمود ببرمه وعمود امامي، وهون عمود ببرمه وعمود امامي. نرجع بدنا نعمل عمود ببرمه، عمود ببرمه رح يجي عهون هي ورا للامامي، نرجع بنتركها هالقطبة، هالقطبة هون صارت عمود أمامي، نتركها ما بنشتغل فيها، نشتغل باللي بعدها عمود ببرمة، كمان عمود ببرمة، برجع لها هي اللي تركتها، برجع لها لأعملها أمامي، هيك كمال موديلها للقطبة. نحن هون بالسطر رقم 4، بس بدنا نعمل بعد عمودين ببرمة عمودين أمامي عمود على السطر مثل ما مشغول هون. ننتبه مشان القطبة ما نحط فيها القطبة مرتين، يعني هاي مبينة قطبة بس هي لا، هي قطبة هيدا العمود، لهيك بيجي باللي بعدها نعمل عمود ببرمة كمان عمود ببرمة عمود امامي عمود تاني امامي عمود ببرمي على السطر على قطب السنسال، لنختم السطر ببرم هيك الابرة بالخلف انا مشان يعني تسهل دخولها بقطبة السنسال، لانه احيانا بيكون قطب السنسال كتير ضيقين نحن بنكون شاغلين وما منتبهين. بدي ارجع ارتفع 3 قطب سنسال وابرم السطر، لبلش بالسطر رقم 5، تلقائيا صرنا نعرف انه هولي اللي ببداية ونهاية السطر بتكرروا معنا، مثل ما شايفين هون عمودين اماميين من ورا خلفيين، ونفس الشي ببداية الشغل هول بيضلوا معك كل الباترون. نبرم الشغل، نجي عمود خلفي عدد 2، رح بلش بالسطر رقم 5، بعمل عمودين ببرمة، أول عمود والتاني عمود، وصلت عند القطبة هاي، وإذا بوقف عندها بلاقيها هي المفروض تكون العمود الأمامي، هي هاي القطبة هي العمود الأمامي. وهون القطبة بدها تختلف شوي، بدها تنعمل قطبة عنقودية من 6 عواميد، ممكن تعمليها قطبة حمص او بندق يلي بدك اياه، المهم انه تصير قطبة منتفخة هون لتعطي شكل الكرز. هني عاملين عنقودية عدد العواميد 6، هي عمود وما بنخلصه، نشتغل عمود ببرمي وما بنخلصه، نفس القطبة بنعمل كمان 5، هي هون صار 2 3 4 5
ستة. صار معي ستة عواميد مشغول نصهم، بدي اخدهم كلهم بقطبي وحدة. سكرها كتير منيح، مفروض نشدها لتصير مثل طابة. يعني قد ما بدك بتعملي عدد العواميد او العنقودية، يعني مش انه تلتزمي بالستة، ممكن تعملي اكتر ممكن اقل حسب الخيطان اللي عم تشتغلي كمان فيه. بعد ما بتعملي العنقودية بدنا نرجع نعمل اتنين عمود ببرمي. هاي اول عمود وتاني عمود، ليصير قبلها اتنين ومن بعدها اتنين. كون وصلنا عند قطب الامامية اللي هني عاملين مثل موديل اكسات، نجي بنقفي قطبي من الاسفل يلي هي هيدا العمود، بنتركه ما بنشتغل عليه، بنشتغل على اللي بعده. اللي بعده هو عمود خلفي، نشتغله عمود خلفي، وبنرجع للعمود يلي تركناه بنعمله عمود ببرم. خلصنا اول وحدة، اول جزء من القطبة، وبدنا نكمل. بضل عنا عمودين بالنص، هني هيدول، في هيدا العمود وهيدا العمود، جايين صايرين هني هيك يعني بارزين للخلف، يعني اذا بنشوفهم من هون بنلاقيهم صايرين خلفي. بدنا نعملهم امامي، هيدول العمودين يلي صاروا لجوا فايتين، اذا بشيل الابرة هيك بتشوفون صاروا لجوا، هيدول بدهم يصيروا بارزين. لهيك بيجي من الخلف، بيجي هيك على أول عمود، هاي أمامي أو خلفي، بيجي على التاني كمان بياخدوا خلفي، بتلاقون هيك ضبوا على بعضهم ورجعوا ظهروا أمامي. هات لفرجيكم ياهن قبل ما أكمل، شوفوا كيف صار شكلهم، صاروا بارزين للخارج لوجه الشغل. شوفوا كيف هون صار عنا مثل حبة كرز اياها، ما بعرف كيف بدي اخليها تكون واضحة امامكم. بعد العمودين الخلفيين كمان برجع بترك القطب يلي بعده يلي هي هاي، بشتغل عالتاني، بدي اعمل عمود ببرمة، بترك القطب هاي بفوت باللي بعدها، بعمل عمود ببرمة، برجع للقطب يلي تركتها يلي هي عمود خلفي وباخدها عمود خلفي. خلصت الجزء الثاني من القطب، وصلت لعند هيدول يلي بدي اعمل فيهم كرز، حبة كرز او حبة بندق. بجي بعمل عمود ببرمي عدد اثنين، هاي واحد اثنين، بلاقي حالي وصلت عند هاي القطبة يلي هي عمود خلفي، بدي اعمل بقلبها حبة البندق يلي هي عنقودية من ست عواميد. هي شوفوها عن الوجه، هاي القطبة اللي وصلت لعندها، بقلبها بدي اعمل مثل حبة كرز. نجي بنعمل عمود وما بنكفيه، اثنين وما بنكفيه، ثلاثة اربعة خمسة ستة، ناخدهم بقطبة وحدة، منشدها كتير منيح منشان تصير بارزة صوب اتجاه الشغل. نشتغل عمودين مباشرة ببرمي على السطر، وصلت عند عمودين خلفيين، بعمل خلفي هي عمود والتاني، عمود ببرمي على السطر او على قطب السنسال، بارتفع ثلاث قطب سنسال وببرم السطر، عمود امامي عمود امامي، وهيك بكون عم بلش بالسطر رقم ستة. هاي حبة كرز وهي حبة كرز، وهون الفروعة الأربعة.
هون بدي اشتغل 5 عمود ببرمة. هاي عمود 2، هني اجمالا عمودين قبلها لحبة الحمص. هاي نعمل عمودين ببرمة، وعليها كمان بعمل عمود ببرمة، ومن بعدها في عمودين كمان بنشتغل عليهم عمودين ببرمة، ليصير عدد العواميد يلي عم نشتغلهم 5 عمود ببرمة. بنكون وصلنا عند الفرع الثاني. هيدا الفرع بدنا نفوت داخل القطبة تعيته، الغرزة تعيته هاي، وبنعمل عنقودية مثل هاي، مثل حبة الكرز هاي او حبة الحمص هاي. بنكرر 6 عمود ببرمة، ما بيخلصوا، ما بنخلص كل عمود. هي اول عمود والتاني، وهي التالت بنشتغل نصه. 4 5 6 ناخدهم بقطبة وحدة، بنسكرها كتير منيح لتصير هيك بارزة. برجع بشتغل عمود ببرمة على العمود يلي بعده او على القطبة يلي بعده. كون وصلت عند هول الاثنين يلي بالوسط، هن امامي بشتغلن امامي. نشتغل عمود ببرمة من بعدن على السطر ليصير مثل هون، مثل قبل هالحبة هاي. هي وصلنا هون عند الفرع، بنكرر عمل حبة الحمص. عمود ما بنخلصه، بنشتغل نصه. عدد 6، هاي 2 3 4 5 6. ناخدهم بقطبة وحدة، بنشدها كتير منيح. نعمل من بعدهم كمان نفس الشي مثل قبلهم. هي هون في كم عمود عنا هون؟ 1 2 3 4 5. هاي 1 2 3 4 5 عمود ببرمة، عمودين أماميين. هاي 1 2 عمود عسناسل لنختم السطر. هيك بيكون خلص السطر رقم 6، وهيدا هو باترون القطبة. بنعد 1 2 3 4 5 6. هيدا هو الباترون. لنرجع نكرر الباترون، رجعت ارتفعت 3 قطب سنسال وعملت عمودين خلفيين بعد ما برمت السطر. لنكرر القطبة، نرجع بنشتغل 7 عمود ببرمة من بعد العمودين الخلفيين. نرجع بنعمل 1 2 3 4 5 6 7. وصلت عند عمودين يلي بالوسط خلفيين. هاي عمود خلفي وعمود خلفي. نرجع نعمل 7 عمود ببرمة. 1 2 3 4 5 6 7. عمود خلفي عدد 2. عمود على السطر. نرتفع 3 قطب سنسال لنكرر السطر رقم 2. نبرم الشغل
عمودين أماميين، وإذا بتخلوا قدامكم الباترون بتشتغلوا عليه بيكون أحسن مشان ما تضيعوا بالمرة، بتضلوا حاطينه فيكم على تليفون أو ترسموه بشكل مبدئي لتقدروا تكرروها بسهولة. نشتغل 6 عمود ببرمة، وصلت عند العمودين هيدول الأماميين باخد من قبلهم عمود ومن بعدهم عمود ليصير عددهم 4. هي عمود أمامي، 2 3 4، برجع بكرر 6 عمود ببرمة، عمودين أماميين وعمود على السطر. خلص السطر، التكرار تاع رقم 2، برتفع 3 قطب سنسال، ببرم السطر، بعمل عمودين خلفيين. برمت السطر واشتغلت عمودين خلفيين، نعمل 4 عمود ببرمة، هاي 1 2 3 4، نترك قطبتين، نشتغل بالتالتة عمود خلفي، نرجع للي تركناه، أول عمود نشتغله عمود ببرمة، وتاني قطبة كمان نعملها عمود ببرمة بدون ما نضايق العمود الخلفي، بدون ما نجي على العمود الخلفي يلي ورا. اشتغلنا هون على السطر، وصلت على النص عند العمودين الخلفيين، اشتغل هيدا عمود خلفي، عمود كمان خلفي، بدي ارجع كمان قفي من هون هالقطبة هاي، وبعمل عمود ببرمة من بعدها، وعمود تاني ببرمة من بعدها، برجع لعمود خلفي، برجع بعمل 4 عمود ببرمة، اثنين خلفي، عمود على السطر، برتفع 3 قطب سنسال، وببرم الشغل، عمودين أماميين. عم تتكرر القطبة هيها من بعد الكرزات هول، بنعد 1 2 3، بيكون هيك انشغل 3 أسطر من القطبة. بعد 3 بتكمل بتصير بتشبه يلي بالأسفل. السطر الرابع، يعني هلأ تكرار السطر الرابع، بيجي بعمل عمودين ببرمة، هاي عمود وهيدا عمود، بقفي قطبتين من الأسفل، والتالتة باخدها عمود أمامي، برجع لأول عمود تركته بعمله عمود ببرمة، وبننتبه ما نضايق العمود الأمامي، نرجع للعمود كمان القطب التاني اللي تركناه بنعمله عمود ببرمة على السطر، صار عمودين ورا العمود الأمامي. بدي اشتغل عمود ببرمة، في هوني عندي عمودين خلفيين هوني بالخلف، مش خلفيين هني بالخلف من وراها لهاي القطبة، بشتغل على أول واحد عمود ببرمة، وتاني عمود بتركه ما بشتغل عليه، بروح على اللي بعده بعمله أمامي،
بعدين برجع له للي تركته، لهيدا العمود اللي تركته، بعدين برجع له. هي رجعت له وعملته عمود ببرمي. نفس الشي هون بده يصير، بس بدي أفي هالمرة هاي القطبة، هاي بتركها، بشتغل على اللي بعدها عمود ببرمي، برجع لهالعمود الأمامي، بعمله أمامي، بتصير كأنها قطبة إكس. هي من هون إكس ومن هون إكس. نرجع نشتغل عمود ببرمي، وننتبه ما نشتغل على عمود مرتين، يعني هون هيدي القطبة مشغولة، هون بشتغل على العمود يلي بعدها أو القطبة يلي بعدها، بعمل عمود ببرمي، بعد هالعمود هيدا بدنا نقفي هالقطبة يلي هي عمود أمامي، نقفيها، نشتغل عمود ببرمي، عمود ببرمي، برجع للي تركتها، قفيتها يعني تركتها، نعملها عمود أمامي. بضل عنا عمودين ببرمي بدنا نشتغلهم على السطر، هاي اتنين واتنين أمامي. بضل قطبة السطر اللي فينا نشتغلها بهالطريقة، نخلص أسرع، نرتفع 3 قطب سنسال وببرم السطر. هيك بيكون خلص معنا السطر رقم 4، 1 2 3 4. بعد ما ارتفعت 3 قطب سنسال وبرمت السطر، اشتغلت عمودين خلفيين. بدي كرر السطر رقم 5، نعمل عمود ببرمي، كمان عمود ببرمي. القطبة هاي هي قطبة العمود الخلفي، بدي اشتغل عليها العنقودية. برجع مباشرة بعمل عمودين ببرمي من بعدها. بترك هالعمود وبشتغل باللي بعده، اللي بعده عمود خلفي، بعمله خلفي، برجع للعمود اللي تركته، بشتغله عمود ببرمي. ننتبه منشان ما نقرب على الأمامي أو الخلفي. هي صار عمود ببرمي على السطر وقدامه العمود الخلفي. خلص نص القطبة. بكون وصلنا للتنين يلي قلتلكن بيكونوا دافشين هيك لورا، هيدول بدي خليهم يرجعوا يصيروا لأمام الشغل. لهيك بيجي عند أول وحدة هيك، باخدها عمود خلفي، ويلي حدها كمان باخدها عمود خلفي. بترك هالقطبة بشتغل بعدها عمود، برجع لها للقطبة بس عمود خلفي. بشتغل عمودين ببرمي، على القطبة اللي بعدها بنعمل عنقودية. نسحبها كتير منيح منشان تصير بارزة، ونبلش مباشرة من بعدها نعمل عمودين ببرمي. يعني ما بنصحكوا تعملوا لها قطب سنسال لحالة أو تسكروه عشان ما يصير عندكم أكتر من قطبة، لا، مباشرة ننزلوا عملوا العمود، لأنه بتضيعكم، بتفكروا أنه في قطبة زيادة. خلصت عمودين ببرمي، برجع بيجي هون عمودين خلفي وعمود على السطر، بيكون انتهى السطر رقم 5. نرتفع 3 قطب سنسال، ببرم السطر، لبلش بالسطر رقم 6، بنبلش مثل ما بلشنا بالكل، أمامي أو خلفي، هون صاروا أمامي، وهيك صار السطر رقم 5 شكله. السطر رقم 6 بدي بلش أعمل 5 عمود ببرمي على السطر، هاي 1 2 3
أربعة، خمسة. صرت عند القطبة الأمامية، بعمل عليها حبة الكرز. على فكرة فيكو تعملوها، قلتلكن إنه إذا ما بدكو تعملوها عنقودية فيكو تعملوها مثل قطبة الحمص. كيف هيك بنسحبهم كلهم وبنصير بنسحبهم بقطبة وحدة، يعني فيكو أي موديل هيك منتفخة، يعني في إلها كتير كتير أسماء، تعملوا اللي بدكن إياه. من بعد ما نخلص قطبة العنقودية بنعمل عمود ببرمي واحد بس، عمودين أماميين، وعمود ببرمي من بعدهم. وصلت عند هاي الأمامية بعمل عمود وما بكفي، عدد ستة ليتكون عنا قطبة عنقودية. بنشدها كتير منيح وبنشتغل مباشرة من بعدها عمود ببرمة مثل اللي اشتغلناهم هون، نفس العدد. هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، اثنين أمامي، عمود على السطر. ارتفعت ثلاث قطب سنسال، بدي أبرم لبلش بسطر جديد، ورح بيكون بداية تكرار للقطبة من جديد، لأنه هيك خلص الست أسطر التانيين. هيك بتكون اتكررت مرتين القطبة. نرجع بنكرر عمل سبع عمود ببرمة. عمودين خلفيين، كمان سبعة عمود ببرمي على السطر. آخر شي عنا عمودين خلفيين وعمود على السطر. هيك بتكون اتكررت القطبة للمرة التانية. هاي سطر اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، وسطر اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. هيدا شكلها من الامام، وهيك شكلها من الخلف. هلا بضيف لكم كمان الباترون لتعرفوا كيف بيكون شكله او كيف بيكون مرسوم. لهون بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. بتمنى يكون الشرح كان واضح ويكون هين عليكم. بتمنى الكل يقدر يطبقوه للموتيف. اصبروا شوي عليها، معلش بتطلع معكم مش كتير صعبة هي، بس بدها تركيز مثل ما قلت لكم بالبداية. بس خلينا نجرب مرة واثنين وثلاثة وما نيأس، لأنه هي ما بدها شي بالفعل غير أنه نكون بنعرف كيف نعمل العمود الأمامي والخلفي والعنقودية وعمود ببرمة. هاي القطب المستخدمة فيها وقطبة السنسال. فيكو تشتغلوها لجاكتات أو لحرامات او حتى لمفرش كفر لتخت. حلو كتير القطبة وبتدفي كتير بالشتاء. فيكو تستفيدوا منها بكتير طرق، حتى فيكو تعملوها هيك مثل مربعات صغار وحتى مربعات سادة، بينعملوا حرامات كتير حلوين. رح برجع اضيف لكم الباترون الاصلي تاع القطبة وان شاء الله تستفيدوا منها. الى اللقاء ان شاء الله بدرس تاني. موفقين والله معكم.